بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله بنستكمل حديثنا مع كورس الخرسانة المسلحة Reinforced Concrete Design. ما زلنا مع الخرسانة واحد Reinforced Concrete Mechanics and Design Part B Chapter 7 Reinforced Concrete Columns، المحاضرة رقم 15. ويمكن احنا يعني انهينا حديثنا في المحاضرة 14 عن الـ Inter Action Diagrams، وكان المفروض ان احنا يعني نبتدي نعمل Application، نحل مسائل، نصمم أعمدة باستخدام الـ Inter Action Diagrams. لكن طبعا في موضوع مهم، الموضوع بعنوان Factors Affecting the Choice of Column، العوامل اللي بتؤثر على اختياري للعمود. في عندي يعني 4 عناصر يعني هنحاول نتناولها بشيء من التفصيل، وفي النهاية يعني هناخد مثال كأبليكيشن، يعني تطبيق نحل مسألة قطاع عمود باستخدام الـ Interaction Diagram. وفي النهاية أيضا في مسألة يعني هيبقى مطلوب منكم إن أنتم تعملوا ليها إيه الـ Interaction Diagram. العنصر الأول Column Type، يعني أو The Choice of Column Type، اختيار الـ Type للعمود. يعني هل العمود هيكون Tied ولا هيكون Spiral؟ الشكل العمود، شكل القطاع، هل هو هيبقى مستطيل، هيبقى مربع، هيبقى سيركولر؟ لو انا اخترت العمود من النوع اللي هو التايد، هل قراري هيكون بان التسليح هيكون على الفور فيسز ولا هيبقى على الايه، على التو فيسز؟ العنصر الثاني عنصر مهم ايضا، وهو الماتيريال بروبرتيز اند reinforcement ratios. انا طبعا عندي في المنشأ بيكون في vertical elements، الأعمدة والشير وولز، وعندي horizontal elements اللي هي الفلور سلابس، عندي بلاطات وعندي كمرات وكده. هل الجريد للخرسانة اللي هو الاف سي يو هيكون واحد بالنسبة للفيرتيكال اليمنتس والهوريزونتال اليمنتس؟ هل هستخدم نفس الاف سي يو للأعمدة والبلاطات والكمرات ولا هغير؟ ايضا بالنسبة للرينفورسمنت، عندي فيرتيكال بارز اللي هو الريبار، وعندي هوريزونتال رينفورسمنت اللي هي التايز وكده. اختيار قيمة الاف يلد ايضا هل هتختلف بالنسبة للريبار عنها للتايز وكده؟ في النهاية الرينفورسمنت ريشيو، نسبة التسليح، انا عندي مينيمم وعندي ماكسيمم وكده. ايه الموقف لو ان القطاع كان صغير والريشيو كانت بتساوي الميو ماكسيمم؟ هل ده يعني ايكونوميكال؟ هل هو براكتيكال يعني ولا هيكون في صعوبة في التنفيذ وفي تكلفة زيادة وكده؟ العنصر الثالث اختيار ابعاد القطاع، يعني لو القطاع مستطيل انا عندي البعد الصغير سي بي والبعد الكبير تي، لو القطاع مربع فيبقى الطول زي العرض، لو قطاع سيركولر فعندي الديامتر وكده. انا عارف ان انا مش هقدر استخدم الانتراكشن ديجرام الا اذا كنت عارف البيوتي. ليه؟ لان طبعا عشان تدخل الانتراكشن ديجرام، الكوردينيت الرأسي هو عبارة عن البي التيميت مقسوم على الاف سي يو في البي في التي، فمحتاج البي والتي. والكوردينيت الافقي هو عبارة عن الام التيميت مقسوم على الاف سي يو في البي في الايه، في التي تربيع. ده لو التي اللي هو عمودي على الاكسس اوف بيندنج، زي ما يعني اتعلمنا في المحاضرة اللي فاتت. الجزء الرابع اللي هو البار سبيسنج ريكويرمنتس، يمكن احنا من مدة كده مع الاعمدة التايد كنا قلنا ان المسافة ما بين الاسياخ الرأسية ما تزيدش عن 250 مللي، ده الماكسيمم. طب المينيمم، متكلمناش عن المينيمم. زي ما في اس ماكسيمم، طبعا الاسياخ رأسية، فالسبيس بيبقى افقي، فكنا بنسميها اس في ماكسيمم. ايضا في قيمة مينيمم، في قيمة مينيمم ما اقدرش اقل عنها.
اللي هي الكلير سبيسنج ما بين الاسياخ الايه الرأسية. طبعا في مشكلة يمكن كمان بتقابلني في المنطقة اللي بيبقى فيها لابس بلايز. انت طبعا لما بتصب أعمدة وبعدين تصب السقف فيكون في أشاير، وبعدين بتبدأ تضيف الأسياخ للدور اللي بعديه، فبيكون في المكان اللي فيه لابس بلايز بيكون فيه ضعف العدد. يعني لو عندي 10 سياخ هيبقى فيه 20 سيخ. وطبعا انا يعني الاسياخ الجديدة بتاخد المكان المظبوط، فبضطر اعمل شيفت للاسياخ اللي هي القديمة. فالترتيب اما بياخد شكل راديال او بياخد شكل بنسميه سايد باي سايد لاب سبلايس. ده بيكون لو القطاع سيركولار، ممكن السيخ الجديد يكون جنب السيخ القديم، وممكن يبقى يعني الترتيب واخد النوع اللي بنسميه راديال ايه لاب سبلايس، يعني وكأن السيخين على ايه على خط راديال من السنتر للعمود. فطبعا في الحالة اللي هي مثلا فيها الترتيب سايد باي سايد، فبلاقي سيخ جنب سيخ، فالمسافة ما بين الأسياخ الرأسية بتقل أكتر. فده ممكن يكون هو يعني الكريتيكال بالنسبة لي. لكن في النهاية انا بقيس المسافة الكلير اللي هي المسافة ايه ما بين الاسياخ، وليها حد ادنى، وهنشوف ليه ليها حد ادنى فيما بعد. لكن ايضا لازم نكون يعني ايه فاكرين ان احنا ما زلنا مع الاعمدة اللي هي ايه شورت بريزد كولمز. ما ننساش دايما العنوان الرئيسي short pressed columns. تعال نبتدي مع أول عنصر. أول عنصر the choice of column type، اختيارك لنوع العمود، يعني tied ولا spiral. وبعدين لو كان tied هل هتحط الحديد على الفور فيسز مثلا ولا على التو فيسز؟ أيضا لو على تو فيسز أيهما أنسب، إن العمود يبقى سكوير يعني مربع ولا يبقى مستطيل وكده. طبعا عشان نقدر نحكم على الوضع تم عمل يعني اختبار. يعني اخترنا 3 أعمدة، بس طبعا عشان المقارنة تكون صحيحة ثبتنا المساحة بتاعت قطاع الخرسانة اللي هي الاي سي او الاي جروس. فاخدنا عمود مربع 400 في 400، والعمود الثاني ايضا 400 في 400، لكن كان الفرق بين العمودين ان الحديد كان في العمود الاول يونيفورم، يعني متوزع بانتظام على الفور فيسز. في العمود الثاني الحديد على تو فيسز، اي اس سي تحت واي اس داش فوق في منطقة الكمبريشن. العمودين طبعا من نوع التايد. العمود الثالث كان عمود سبايرال، وطبعا عشان نحافظ على نفس المساحة فطبعا كان الديامتر اكبر شوية من 400، فكان 450 على اساس يعني الاريا تكون تقريبا هي الاريا. ايضا الاعمدة الثلاثة فيهم نفس الـ AS، نفس الـ Area of Steel وكده، لكن عدد الأسياخ ممكن يتغير، لكن في النهاية الـ Total Area واحدة. أيضا نفس الـ Grade للحديد، نفس الـ F Yield، نفس الـ Grade للخرسانة، نفس الـ F CU. وبعدين بدأنا إما مثلا في المعمل بالتجربة أو Numerically بالحسابات، عملنا ايه او رسمنا ال 3 interaction diagrams، ورسمنا ال diagrams الثلاثة على نفس الايه التشارت. وطبعا كل diagram يخص عمود من الايه من الثلاثة. وبعدين بدأنا نقسم ال diagrams ب 2 radial lines.
راديال لاين بيبتدي من الاوريجين، الميل بتاعه بيحقق ان الاكسنتريستي تكون 10% من التوتال ديبث او الاوفر اول ديبث اللي هو التي اللي هو 400. والراديال لاين الثاني كان عند 20 ايه 20%. طبعا انا عارف ان المينيمم اكسنتريستي 5%، لكن انا هنا قسمت الدياجرام ل 3 ريجونز، 3 مناطق، سي المنطقة A والمنطقة B والمنطقة AC، وطبعا في حدود بتفصل بين كل منطقة والتانية. الحد الأولاني هو E على T بتساوي 1/10، والحد التاني E على T بتساوي 2/10. طب تعال نشوف كده، نجيب من تحت يعني المنطقة رقم 3، أو المنطقة لو قلنا A و B و C يبقى المنطقة C. المنطقة رقم 3 الحدود بتاعتها الـ E على الـ T بتساوي 2/10 لغاية تحت، لغاية لما أوصل للمحور الأفقي اللي بيكون عليه بيور مومنت، بيبقى فيه مومنت، والـ P أو الأكسل لود بيكون إيه؟ بيكون بزيرو. طبعًا واضح في المنطقة ديت إن المومنت بدأ يبقى كبير والأكسل لود عمال يقل، كل ما انزل لتحت المومنت بيزيد، ووصل في النهاية ان مفيش اكسيال لود خالص، عندي ايه بيور مومنت. فواضح في المنطقة الثالثة ان المومنت مؤثر وان الاكسيال لود قيمته بدأت تكون قليلة وكده، فالقطاع بيكون عليه مومنت قيمته واضحة، فالمومنت بيعمل كومبريشن سي فوق وبيعمل تنشن تحت، فالإجهادات متركزة تحت تنشن وفوق كومبريشن، فبيقدر يعني أعمل انتجريشن للستريسز على الأريا، فبيبقى عندي قوة شد تحت قوة ضغط فوق، وبينهم ليفر ارم ذراع عزم، فطبعا اقدر احسب الايه المومنت. وطبعا هنا بيكون مناسب ان الحديد يكون على تو فيسز، وطبعا انا واضح من الرسم ان الاكسس اوف بيندنج هو محور اكس، والمومنت هنا هيكون ام التيميت اكس، وبيعمل كومبريشن فوق وتنشن تحت، وبالتالي الاي اس تحت والاي اس داش فوق، فده فعلا ترتيب مناسب للواقع لان القطاع ليه مومنت كبير واكسيال لود قليل، فالاجهادات متركزه كومبريشن فوق وتنشن تحت، فالمناسب ان انا اركز الحديد تحت يقاوم التنشن، واركز الحديد فوق يقاوم الكومبريشن مع الخرسانه، ويبقى عندي قوه ضغط وقوه شد وبينهم ذراع عزم، فاقدر احسب الايه المومنت، وتكون يكون المومنت او الكباستي او المومنت كباستي للقطاع تكون كبيرة، لان انا فعلا رصيت الحديد على وضع يناسب الستريسز، ان الستريسز متركزة فوق وتحت، فركزت الحديد فوق وتحت، وبالتالي ده يبقى استغلال افضل واستغلال طيب للحديد. وكل الاسياخ هنا ليها نفس الليفر ارم، يعني السياخ فوق على صف وتحت على صف ولها نفس الايه الليفر ارم. طبعا الافيشنسي بتاع هذا القطاع ممكن تتحسن كمان لو انا ايه خليت القطاع ده ايه مستطيل، بدل ما يكون مربع هخليه مستطيل، ويكون البعد الكبير للمستطيل هو البعد في المسألة، طبعا هيبقى البعد الرأسي. ليه؟ لان البعد ده هو العمودي على ايه الاكسس اوف ايه الاكسس اوف بيندنج. لو انا بقى طلعت في المرحلة او في المنطقة ايه كناحية مقابلة للمنطقة سي، طبعا في الريجون ايه بتلاقي ايه الاكسنتريستي قليلة، لان الحدود عندي من 1/10 لغاية ايه لغاية زيرو، طبعا فوق خالص عندي حالة البيور اكسيال لود، مفيش مومنت مفيش اكسنتريستي، فالاكسنتريستي بتبتدي من زيرو لغاية 1/10 من الاوفر اول ايه ديبث اللي هو الايه اللي هو الاي تي. طبعا في المنطقة دي بيكون عندي الاكسيال لود كبير والمومنت ايه قليل، فبيبقى انسب قطاع هنا هو القطاع السبايرال، وهو احسن من التايد. ليه؟ لان القطاع السبايرال
بي بي بيبقى ايه، بيشيل لود اكتر، يعني اللود كاباسيتي بتاعته اعلى، وبيديني داكتيليتي اعلى من الايه، ان العمود إيه الطايد. لكن ممكن واحد يعترض يقول وان كنا بنحصل على لود كاباسيتي اعلى وبنحصل على داكتيليتي افضل من الطايد، الا اننا يعني هنكلف اكتر يعني كناحية اقتصادية. لا، انا يعني هضطر اعمل فورمة شدة خشبية على شكل دائري وكده، وهستخدم سبايرالز، كل ده بيكلفني، فممكن التكلفة في النهاية تعادل الزيادة او المكسب اللي انا كنت هحققه بان اللود يبقى اكتر والدكتيليتي تكون افضل وكده. لكن يعني احيانا لو المنطقة فيها زلازل وكده، فانا بكون محتاج دكتيليتي، فبيكون المناسب ان انا استخدم ايه، ان انا استخدم عمود ايه، عمود ايه سبايرال. طبعا العمود السبايرال مناسب في المنطقة ايه اللي هي يعني فيها اكسيلوت كبير والمومنت قليل جدا، لكن كان هيبقى صعب جدا ان انا اروح استخدم في المنطقة سي عمود سبايرال. ليه؟ لان العمود السبايرال فيه عيب، مشكلته انه ما بيقدرش يشيل مومنت، صعب ان هو يشيل مومنت. هو يشيل اكسيال لود كويس، لكن صعب ان هو يشيل مومنت، لان انا لو تخيلت ان فيه مومنت، والمومنت ده هنسميه مثلا ام التيميت اكس، يعني الاكسس اوف بيندنج هيبقى هو محور ايه اكس، فبلاقي هنا ايه المشكلة، ايه المشكلة؟ ان في سيخ فوق خالص وبيقابله سيخ تحت ليهم اكبر ذراع عزم، بعد كده هلاقي في سيخين فوق وسيخين تحت ليهم ذراع عزم اقل شوية، وفي النهاية خالص هلاقي في الاسياخ اللي هي فوق الاكسس اوف بيندنج موجودة عند النيوترال اكسس مفيش ليفر ارم، فكأني مش مستفيد منها في المومنت. فالقطاع ده بيبقى يعني الافيشنسي بتاعته ضعيفة شوية في ايه في المومنت، لكن هو يشيل اكسيال لود كويس. وبالتالي يمكن في حياتنا العملية لما بنيجي نعمل شورينج اللي هو ساند اجناب الحفر مثلا، بننفذ بيت في بدروم مثلا وجنبيه بيت تاني والاساسات بتاعت البيت اللي جنبي مثلا مرتفعة، فانا بعمل بندق خوازيق لساند اجناب الحفر وكده، فبيبقى المشكلة ان البايل بيبقى قطاعه دائري ومطلوب ان هو يشيل مومنت، فبيبقى ضعيف جدا، لان من لي هنا هو هيتحمل مومنت وهو ضعيف جدا في المومنت، فدي بتبقى مشكلة. وفي احيان كتيرة لما بيبقى عمق الحفر كبير بتبقى المشكلة اصعب، وبحتاج طبعا ان انا يعني اعمل سبورتس للبايلز في الاتجاه الايه، في الاتجاه الافقي. اذا العمود الدائري او السبايرال هو كفاءته عالية في ان هو يشيل اكسيال لود، بيدي كباستي كبيرة بالنسبة لللود، لكن بالنسبة للمومنت فهو ضعيف. اللي يشيل مومنت ان القطاع يكون مربع، وافضل يكون مستطيل، وكمان افضل لو انا عاوز احسن الافيشنسي ان الحديد يبقى على ليه، على تو فيسز. المنطقة المتبقية هي المنطقة الثانية او المنطقة بي، اللي هي ما بين الواحد من عشرة التي والاتنين من عشرة التي. في المنطقة دي طبعا بيكون اللود كبير وبيكون المومنت كبير، فبيبقى المناسب ان العمود يبقى مربع، الحديد يبقى على الفور فيسز، والنوع ده كمان من الأعمدة بيبقى مناسب أكتر لو أنا عندي تو مومنتس، عندي ام ألتيميت اكس وام ألتيميت واي، والنوع ده من الأعمدة بنقول عليه باي اكسيالي لودد كولمز، يعني أعمدة عليها تو مومنتس في نفس اللحظة بالإضافة للأكسيال لود. الكلام ده طبعا هنتعرض ليه إيه فيما بعد.
طبعا الواحد في النهاية ممكن يقول ايه، طيب انا لو خدت قرار ان انا اعمل عمود طايد، يعني بعيدا بقى عن الاكسنتريستي ووجهة النظر اللي بتقول ان كل مكان ليه القطاع المناسب، يعني زي ما بيقولوا ان ميني ديزاينرز، يعني كتير من المصممين بيفضلوا النوع اللي هو الحديد فيه بيكون يونيفورملي ديستريبيوتد على الفور ايه، على الفور فيسز. ليه؟ عشان نتغلب على مشاكل الايه التنفيذ. ممكن يحصل ايرورز اثناء الكونستراكشن، ممكن مثلا لو عندي عمود فيه اي اس واي اس داش وكان نفس العدد لكن سي الاقطار مختلفة، فممكن العامل يبدل الاي اس مكان الاي اس داش، وممكن يبدل كمان لو العمود مربع مثلا يبدل الحديد اللي هو افقي فوق وتحت بحديد رأس يمين وشمال. فمناسب او اكتر يعني، او يعني عمود او افضل وضع ممكن يجنبني الاخطاء بتاعة التنفيذ ان الحديد يبقى ايه يونيفورم، يعني على الفور فيسز، وكمان لو نقدر يبقى من نفس القطر فده افضل. كل ده طبعا عشان اضمن ما يحصلش خطأ ايه اثناء التنفيذ. الجزء الثاني او العنصر الثاني اللي هو الماتيريال بروبرتيز اند رينفورسمنت ريشيوز، الخواص للماتيريالز المستخدمة في الأعمدة أو في الأسقف، والميو اللي هي نسبة التسليح. لكن طبعا قبل ما نتدارس هذا العنصر كان لازم ان احنا بس تمهيد كده، يعني عن الهاي سترينث كونكريت، ويعني هل انا ممكن استفيد منها يعني في الاعمده والتشير وولز والبلاطات والكمرات. يعني تعالى نبتدي مع الوولز، شير وولز والكالمز. طبعا انا يعني في المنشأ دايما بيبقى عندي vertical elements، vertical elements اللي هي الأعمدة والشير وولز، وعندي horizontal elements اللي هي البيمز والسلابس وأيضا الفاونديشنز وكده. بالنسبة للأعمدة مثلا لو أخذنا كمثال بسيط عمود شورت بريزد مثلا، وأنا عارف الـ equation اللي بصمم بيها اللي هي البي ألتيميت ماكسيموم تساوي 35% الـ AC في الـ FCU زائد 67% الـ AS في الـ F-Yield. طبعا واضح في المعادلة إن في الحمل الخارجي اللي هو جاي من المسألة، وأنا بقاومه بالخرسانة، ويعني part by concrete و part by ستيل وكده، اللي هو الفيرتيكال ستيل اللي هو الريبار. وطبعا التو بارتس مجموعين، فممكن واحد منهم يعني في النهاية التوتال بيساوي الحمل الخارجي، لكن ممكن واحد منهم يبقى قد الحمل الخارجي والتاني بزيرو، ممكن يبقوا الاتنين 50% 50%. فواضح هنا ان انا ممكن استخدم هاي سترينث كونكريت، اكبر قيمة الاف سي يو، وبالتالي لما اضربها في الاي سي في ال 35%، فحاصل الضرب هيطلع رقم كبير. ده هيترتب عليه ان كمية الحديد ممكن تقل. حل تاني، حل بديل، ان انا اكبر الاف سي يو واصغر الاي سي، يبقى انا ممكن استفيد هنا من تكبير الاف سي يو او استخدام هاي سترينث كونكريت ان انا اصغر ايه قطاع الايه قطاع العمود. ده بيبقى مناسب في المباني العاليه في الادوار السفليه، بيبقى الاعمده عليها احمال، عليها اكسيال لودز عاليه جدا، وساعات المعماري بيفرض عليا ليميتس لقطاعات الاعمده. في الحاله دي ببقى انا يعني مفيش قدامي غير ان انا استخدم هاي سترينث كونكريت، لان انا لو استخدمت نورمال سترينث كونكريت فالحديد ممكن يتعدى القيم بتاعت الماكسيمم. وزي ما هنشوف حتى لو الحديد وصل للماكسيمم، هنشوف بعد شوية ان ده ما بيكونش براكتيكال ان انا انفذ القيمة الماكسيمم، لا لا، يعني غير عملي وغير اقتصادي. فيبقى الانسب ان انا استخدم هاي سترينث كونكريت
وبالتالي ايه ممكن اصغر القطاع، وممكن اصغر ايه او استخدم نفس ايه كمية ايه الحديد. الوضع بسيط جدا مع الأعمدة، لكن تعال بقى نشوف الهورزونتال اليمنتس، البيمز والسلابس والفاونديشنز وكده، اللي بيكون فيها غالبا المسألة اندر بيور مومنت، يعني تقريبا ما فيش اكسيال لود. الغالب هو المومنت، في مومنت حتى لو في اكسيال لود ممكن يكون قليل، لكن تخيل ان عندي قطاع مستطيل مثلا، وهتخيل ان هو سنجلي، يعني في ايه اس فقط وعليه مومنت، المومنت بيعمل كومبريشن فوق وتنشن تحت، وده شكل السترين ديستريبيوشن، وبعدين الستريس ديستريبيوشن، وفي النهايه انا بقدر اعمل انتجريشن للستريس على الاريا، فبجيب المحصله اللي هي القوه سي، وبجيب المحصله تحت اللي هي القوه تي، وده طبقا للكود المصري، القوه سي بتساوي 67% الاف سي على الجاما سي في البي في الاي، والتي بتساوي الاي اس في الاف فيلد على الجاما اس. هنا بقى في مشكله، لو انا حابب استخدم هاي سترينث كونكريت في السلابس والبيمز والفاونديشنز، فبتقابلني مشكله. المشكله ايه؟ ان انت لو استخدمت هاي سترينث كونكريت هتكبر القوه سي، لكن هنا المشكله ان لازم القوه سي تساوي القوه تي، فلو كبرت السي لازم تكبر التي، والا لو انت كبرت السي وما كبرتش التي يبقى مش هتستفيد بالسي، هتستفيد بجزء من السي اللي هو يساوي التي. إذن عشان أحط أو أستخدم هاي سترينث كونكريت هيترتب عليها زيادة قيمة الفورس سي، فلازم أكبر الفورس إيه تي. أكبر الفورس تي إزاي؟ يبقى لازم أزود الإف يلد، أكبر الإف يلد، أو أزود كمية الحديد، أزود الإي إس، أو أزود الاتنين، أو أزود الاتنين. إذن استخدامي للهاي سترينث كونكريت في الإليمنتس اللي عليها مومنت فقط زي البيمز والسلابس والفونديشنز وكده، مرهون بان انا ازود الاف يلد او ازود كميه الحديد او ازود الايه الاثنين مع بعض. ده الوضع طبعا واضح انه مختلف ومكلف عن ايه استخدام الهاي سترينث كونكريت في الفيرتيكال ايه في الفيرتيكال ايه اليمنتس. اذا في الحاله دي وكان يعني المناقشه بتقول ان انا يعني اقدر او متاح ليا ان انا استخدم هاي سترينث كونكريت في الاعمده والشير وولز، لكن يعني مش هستفيد قوي من الهاي سترينث كونكريت في الفليكشرال ممبرز او الممبرز اللي عليها مومنت، وعشان استفيد يبقى لازم ازود كميه الحديد وازود الاف فيلد او ازود الاثنين، وده معناه ايه؟ معناه تكلفه زياده وكده. لكن يعني عاوز اسال بقى سؤال، طيب بعيدا عن ان انا هبقى ازود الاف فيلد او ازود الاي اس، هل في بينيفيتس منافع او فوائد اخرى ممكن استفيدها من الهاي سترينث كونكريت في القطاعات اللي عليها مومنت زي السلابس والبيمز؟ طبعا في فوائد، منها الفايدة بتتعلق بالكمبريشن ستيل. طبعا انا في احيانا في قطاعات القطاع ما بينفعش ان هو يبقى سنجلي، ساعات بيبقى الدبث قليل ليميتد، يعني فرضين عليا دبث ليميتد يعني قليل صغير، فالقطاع بيبقى محتاج الايه السداش عشان يقدر يشيل كل المومنت. ففي الحالة ديت هل لو انا بقى مستخدم هاي سترينث كونكريت، هو انا بعمل الايه السداش ليه؟ عشان اقوي منطقة الضغط. طيب ما انا اقدر اقوي منطقة الضغط بان انا ارفع قيمة الاف سي يو، وبالتالي ممكن استغنى عن مين؟ عن الاي اس داش، لكن هيكون طبعا في مينيمم سيخين فاي 12 عشان الكانة فوق يتحط في كل ركن ايه سيخ. يبقى دي اول فايدة ممكن استفيدها من الهاي سترينث كونكريت في البيمز والسلابس، ان انا يعني ممكن استغنى عن الاي اس داش. في فايدة تانية ايضا، ان زي ما قلنا في المحاضرة اللي فاتت، ان لو انا محمل عمود والعمود هيحصل له شورتنينج، مجرد احط الاحمال على العمود بيحصل الاستيك ايه سترين لحظي في نفس اللحظة، وقلنا السترين ده بيزيد مع الوقت نتيجة مين؟ نتيجة الكريب.
فانا ممكن لو استخدمت هاي سترينث كونكريت ممكن اقلل الشورتنينج في العمود او اقلل الديفليكشن اللي هو بيحصل في الكاميرات بسبب الكريب والشرينكج، وده بيحصل طبعا على اللونج تيرم، بيحصل مع التايم، وقلنا ان هو فانكشن في التايم. فبالتالي لو انا استخدمت هاي سترينث كونكريت اقدر اقلل اللونج تيرم ديفليكشن اللي هو ناتج منين، من الكريب والشرينكج. لكن يمكن التمهيد ده كان مهم، ويمكن يعني قدرنا منه نوصل لكونكلوجن، وهو ان استخدام الهاي سترينث كونكريت في الأعمدة والشير وولز مجدي ومفيد، لكن استخدام الهاي سترينث كونكريت في البيمز والسلابس بيكون مرهون بإني أزود كمية الحديد وأزود الإف ييلد للحديد، فده معناه في تكلفة أكتر وكده. طيب تعالى بقى إيه نشوف إيه الموقف بالنسبة للعنصر الثاني اللي هو الماتيريال بروبرتيز اند رينفورسمنت ايه ريشوز. هنختار او نبتدي بالمباني اللي هي السمول بيلدينجز، المباني اللي هي الايه اللي عدد ادوارها ايه قليل. طبعا لما بيكون عدد الادوار قليل مثلا 3 ادوار 4 ادوار 5 ادوار او كده، يعني بيكون الاحمال على الاعمدة قليلة. في الحالة دي يعني خلاص مش لازم بقى ان انا استخدم هاي سترينث كونكريت، فانا ممكن استخدم نورمال سترينث كونكريت ويبقى نفس الخرسانة اصب بيها الاعمدة واصب بيها البلاطات والكاميرات، يعني نفس الاف سي يو، يعني كأن بالظبط بقول 1 جريد اوف كونكريت، يعني مستخدم رتبة واحدة من الخرسانة للاعمدة وللبلاطات والكاميرات وكده. ويعني في الغالب بيكون السترينث او الاف سي يو من 25 ل 30، يعني احيانا ممكن توصل ايه ل 35 وكده. بس في طبعا قبل ما نتنقل للتول بيلدينجز بقى اللي عندها المشكله وكده، في ملحوظه مهمه يعني ممكن تقابلنا في حياتنا العمليه، فانا حبيت ان انا انبه ليها وكده. يعني في احيان كتيره بنلاقي ناس بتصب الاعمده مع السقف مره واحده، يعني في طريقتين، يعني انا ممكن اصب العمود وبعدين يحصل توقف عند البوتوم بتاع الكاميرا لو في كاميرات، او نتوقف عند البوتوم للبلاطه لو ما فيش كاميرات، لو السقف فلات وكده، وبعدين نصب الايه البلاطه، وبعد كده نبدا الدور اللي بعديه وهكذا. في سيستم اخر انا لا، ممكن اصب الاعمده والاسقف مع بعض مره واحده، يعني اعمل الشده الخشبيه للاعمده والاسقف وبعدين الحديد وبعدين ابدا ايه اصب. لكن هنا المشكله او التنبيه اللي المفروض يعني نلتفت ليه، واحنا بنصب لازم نصب الاعمده الاول ونصب العمود لغايه الايه البوتوم بتاع البلاطه، بيسمى الاندر سايد اوف اتش فلور، البوتوم للبلاطه، يعني يتوقف صب الاعمده الاول، نصب الاعمده كلها لارتفاع ماشي مع البوتوم بتاع الايه البلاطه. ليه؟ لان الاعمده ليها ارتفاع وبعدين هيتحط فيها فريش كونكريت، خرسانه لسه طازغه، يعني مش متماسكه، في الخرسانه هتبدا يحصل لها سيتلمنت، يحصل لها هبوط، لان هي محطوطه في ارتفاع كبير وليها وزن ولسه فريش، فبيحصل لها ايه سيتلمنت. فطبعا انا لو كنت صبيت البلاطه والاعمده مع بعض ايه اللي بيحصل؟ طبعا البلاطه حديد البلاطه معدي فوق العمود في شبكه في اتجاهين، معديه فوق الايه العمود، فالعمود اتملى مونه، وممكن وانا بكمل المونه بتاعت البلاطه الاسياخ تمنع نزولها للعمود، فتتحجز فوق الايه فوق الاسياخ بتاعت الايه البلاطه، ويبدا كمان العمود يحصل له سيتلمنت، الخرسانه اللي جوه العمود يحصل لها سيتلمنت، فيحصل فاصل او فراغ عند التوب بتاع العمود مع البوتوم بتاع البلاطه، ويبقى فيه ميه، والميه دي بعد شويه خلاص
بتخش في التفاعل او بتتبخر وكده، فيبقى في فاصل ما بين البلاطة وما بين العمود. فأنا عشان أتخلص من الفاصل دوت بصب الأعمدة الأول وبعدين لغاية البوتوم بتاع البلاطة اللي هو الأندر سايد للسلاب، وبعدين يحصل سيتلمنت، وبعدين أبدأ بعد كده إيه أصب خرسانة البلاطة فأضمن إن ما يحصلش فاصل إيه بين الاتنين. ده جزء مهم يعني لازم ننتبه ليه كده. نيجي بقى للنوع الثاني من المباني اللي هو التول بيلدينجز. طبعا تول بيلدينجز يعني عدد الادوار اصبح كتير، وبالتالي في الادوار السفليه في الدور الارضي مثلا او في البدروم هلاقي الاعمده عليها احمال ضخمه. وانا زي ما قلت ممكن المعماري يكون حاطط لي ليميتس للابعاد، يعني يقول لي الاعمده دائريه قطرها مثلا ما يزيدش عن 70 سنتي 80 سنتي اي قيمه وكده. فطبعا نتيجة الأحمال العالية لو أنا استخدمت خرسانة عادية نورمال سترينث كونكريت القطاع هيطلع كبير. طيب أنا مش عاوز القطاع كبير، لو جيت أصغر القطاع الحديد هيطلع كتير ممكن يتعدى الماكسيموم. في الحل إيه في الحالة دي؟ إن أنا أستخدم هاي سترينث كونكريت فين؟ في العمود. لكن زي ما قلت من شوية أنا مش محتاج هاي سترينث كونكريت في البلاطات والكمرات، فممكن يبقى في المشروع نوعين، في تو جريدز، جريد يعني اف سي يو عاليه للاعمده واف سي يو اقل للكمرات والبلاطات. زي مثلا هفترض ان الاف سي يو للاعمده وللشير وولز 70، وهفترض كفرض يعني ان الاف سي يو للكمرات والبلاطات زي مثلا ايه 50. ايه المشكلة بقى اللي هتحصل؟ انا طبعا لما اجي سي مثلا عاوز اصب اعمدة الدور الارضي، فانا صبيت الاعمدة بتاعت الدور الارضي لغاية البوتوم بتاع البلاطة بكونكريت الاف سي يو بتاعها 70، الجريد بتاعها 70، وبعدين هبدأ اصب بلاطة الايه السقف، بصب بلاطة السقف بخرسانة الجريد بتاعها 50 اقل. في جزء من العمود متداخل مع البلاطة، فالجزء دوت هيتصب بالخرسانة الضعيفة، وبعدين أبدأ أصب الدور اللي بعديه بالخرسانة القوية اللي هي 70. يبقى كأن لو أنا ببص لعمود الدور الأول العلوي وعمود الدور الأرضي هلاقي في جزء بينهم، طبعا العمود مستمر لكن في جزء من العمود متداخل مع البلاطة اتصب بخرسانة البلاطة. يبقى الجزء ده ايه ويك ضعيف اذا انا قارنته بالعمود فوق والعمود ايه تحت. فبقى عندي في مشكلة انا كديزاينر لازم اخد بالي منها، وهي ايه الترانسفير لللود من العمود اللي فوق من خلال الجوينت مع البلاطة اللي هي الجزء الضعيف، ثم ينزل تحت تاني للعمود الايه القوي. هنا هي دي المشكلة لازم اخد بالي منها. لكن طبعا الكود الامريكي يعني قال ايه، لو انت مختار الراشيو يعني النسبة ما بين الخرسانة بتاعت العمود لخرسانة البلاطة في حدود 1.4، يعني اقل من او يساوي 1.4، فقال ايه الامور بتمشي وبتعدي ومفيش مشاكل. ليه؟ لان هي المشكلة كلها كانت ان لما الحمل يتنقل من خلال الجزء الضعيف، فطبعا انا خرسانة ضعيفة في النص ما بين خرسانة قوية وخرسانة قوية، فالخرسانة الضعيفة ديت هيحصل لها ايه؟ هتنفعل فبتقصر وبعدين بتتحرك في الاتجاه الافقي، فمحتاجة عشان اللود يتنقل ان يبقى في lateral support زي بالظبط الكناتل سبايرال كده لما بتحزم العمود. فانا محتاج حاجة تحزم الجزء الضعيف من العمود اللي هو مشترك مع البلاطة. فقالوا ان الخرسانة للبلاطة بتعمل confinement، بتعمل احاطة او تحزيم او تقييد بالظبط زيها زي الايه زي السبايرال في العمود السبايرال وكده. فمن هنا يعني حققنا اللاترال سبورت للجزء الضعيف عن طريق الخرسانة اللي هي ايه محيطة بالجزء دوت اللي هي خرسانة البلاطة، فبقى عندي فيه lateral support او confinement، وبالتالي المشكلة ايه بتتحل. لكن
المشكلة بقى ايه؟ بتبقى اصعب لو الريشيو عدت 1.4، لو انت مستخدم جريد للأعمدة اعلى سي الضعف مثلا، يعني لو قلنا هنخلي الأعمدة مثلا الاف سي يو بتاعتها ب 100، 100 ميجا باسكال، والكاميرات والبلاطات ب 50، فالنسبة عدت 1.4 اصبحت 2. فالكود المصري سوري الكود الامريكي اداني ثلاث حلول. الحل الاولاني حل بسيط جدا، بس هو عمليا ممكن يكون متعب شوية. ان انا بعمل ايه؟ بجيب الاول خرسانة بالجريد العالي اللي هو 100، واصب الجزء اللي هو المتبقي من العمود، وبعدين اصب كمان جزء من البلاطة يعني على المحيط بتاع العمود، يعني بتحرك 60 سنتي من كل ناحية، بحيث يعني يبقى ايه العمود زائد اريا كده حوالين العمود، رفرفة كده 60 سنتي من كل ناحية، كل ده يتصب بالخرسانة القوية اللي الجريد بتاعها ايه 100، وكل ده لكل الأعمدة. وبعد ما اخلص ابدأ اجيب خرسانة بقى تانية بالجريد الاقل اللي هو كام، اللي هو 50 ميجا باسكال، واصب بقية الايه بقية السقف. يبقى انا هنا حليت المشكلة بان كل العمود حتى الجزء اللي جوه البلاطة مصبوب بالجريد العالي، فما عادش ايه ما عادش فيه مشكلة. ده الحل ايه الاولاني. الحل الثاني الكود وضعه او الاوبشن الثاني بيقول خلاص احنا ممكن نصب الاعمدة بالجريد اللي هو 100، ونصب البلاطات بما فيها جزء الاعمدة اللي هو مشترك بالجريد الصغير، ونعمل ديزاين للجوينت، الجوينت اللي هي ايه ما بين العمود والبلاطة على السترينس القليل على 50، وطبعا ده مش هيبقى كافي، يعني مش هيقدر يقوم بالمهمة، او مش هيقدر يعمل ترانسفير لللود من العمود اللي فوق القوي ثم لجزء العمود اللي داخل البلاطة الضعيف، وبعدين للعمود القوي اللي تحت. فالف الحادي ان احنا ممكن نحتاج ايه دولز، يعني كأن بيحتاج شيء يساعد يعني يعوض الجزء الفرق بين ايه بين الاثنين. الحل الثالث والاخير قالوا ان احنا ممكن يعني نعمل ديزاين للجوينت على ايه، على اف سي يو، بيسموها الاف سي يو افكتيف قيمة، يعني لا هي بتاعت العمود ولا هي بتاعت البلاطة، يعني بتكون عبارة عن يعني ريشيو من قيمة العمود زائد ريشيو من قيمة البلاطة، وبنسميها الاف سي يو افكتيف، والامور بتتحل على هذا الاساس. ولكن اشترطوا كمان شرط في الحل الثالث، ان الحل الثالث ده مناسب ما لم ان النسبة للجريد بتاع الاعمدة الى الجريد بتاع البلاطات ما تتعداش كام، ما تتعداش الايه الاتنين ونص. ده بالنسبة ايه للكونكريت. مهم جدا ان الامور تكون واضحة، والحلول اللي احنا عرضناها يعني تكون مفهومة، والواحد طبعا يكون قدامه الخيار انه يمشي في اي ايه في اي سكة، او ينقل لاي بديل اخر وكده. لو اتنقلنا بقى للحديد اللي هو الـ Vertical Reinforcement اللي هو الريبار، الحديد طبعا له يعني مختلف شويه عن الخرسانه، يعني الخرسانه انا اقدر اغير الجريد، لكن يمكن الحديد انا بكون مرتبط بالجريدز او بالانواع الموجوده في السوق وكده، فيمكن في الكود الامريكي الجريد بتاع الحديد اللي هو الريبار اللي هو الفيرتيكال بيقال عنه جريد 60، وده يعني الاف ييلد المقابل يكون حوالي 420 ميجا باسكال. ممكن استخدم نفس الجريد للهورزونتال اللي هو السبايرالز مثلا، او للتايز الكنات اللي هي المنفصلة، وممكن استخدم جريد اقل اللي هو الجريد ايه الجريد 40. لكن طبعا انا لو رحت للكود المصري
يعني احنا طبعا عندنا جدول في الكود المصري، الجدول ده مقسم الحديد لانواع، في صلب طري، ليه رتبتين، تو جريدز، في جريد اللي هو 240 على 350، وفي جريد تاني اللي هو 280 على 450، وبعدين في صلب عالي المقاومة ايضا ليه تو جريدز 360 على 520، والجريد الاخر 400 على 600. وطبعا هنا كل نوع ليه رمز، عشان برضو دايما يبقى الشغل شغلنا دقيق ومظبوط، الرمز بيبقى مناسب للجريد وكده. يعني ما ينفعش اكتب رمز واكون اعني او اقصد جريد غير الجريد الايه المناسب لهذا الايه الرمز. طبعا في جريدز اخرى زي الحديد اللي هو بيكون معالج على البارد، هو بيكون حديد عادي لكن بيتم سحبه على البارد فخواصه بتتحسن وتوصل ل 450 على 520، وطبعا ليه رمز ايه ليه رمز ايه ليه رمز مختلف. فأنا طبعا بختار الجريد، وممكن الجريد للحديد الفيرتيكال يختلف عن الجريد للحديد اللي هو الايه الهوريزونتال، وممكن الاثنين يكونوا من نفس الايه من نفس الجريد. ده بالنسبة للريبار. طبعا في بس معلومة قلناها في المحاضرة اللي فاتت وبذكركم بيها لأن المعلومة دي مهمة. المعلومة بتقول إن الكود الأمريكي حط ليميت للاي اس مينيمم بالنسبه للفيرتيكال بارز في الاعمده الطايد والاعمده السبايرال، وقال ان النسبه دي ما تقلش عن كام، عن 1%. يمكن احنا في الكود المصري النسبه 8 من 10% الاي سي اكشوال، ولا تقل عن 6 من 10% الاي سي ايه لا سوري 8 من 10% الـ AC required but not less than 6 من 10% الـ AC actual، يعني 8 من 10 و6 من 10. لكن الـ الكود الأمريكي أخذها كام؟ أخذها 1%، 1%. يعني في الكود الأمريكي المينيمم 1%، لكن في الكود المصري المينيمم 8 من 10 و6 من 10 على حسب أنا مستخدم الـ AC required ولا الـ AC actual. ويمكن قلنا في المحاضرة السبب هو الكريب، ويمكن يعني حالا هنعيد النظر في المعلومة دي تاني. المعلومة دي قلناها في المحاضرة 14 لكن هنعيدها تاني. هو يمكن بس في حاجة لفتت انتباهي في الرسم اللي قدامنا، في سؤال بس هنحاول نفكر فيه وكده. ده عبارة عن مبنى، وبعدين سي ان ده الدور الارضي والاول علوي والتاني ايه العلوي وكده، وبعدين واضح ان هم بينفذوا بيصبوا او بيجهزوا لصب الدور سقف التاني العلوي وكده يعني. فطبعا الشدة الخشبية موجودة، وبعدين او سي شدة معدنية، المهم في النهاية في شدة يعني سواء كانت معدنية او خشبية وكده. وبعدين الدور اللي تحتيه فيه شدة بس يبدو ان هي قليلة شوية، قليلة شوية عن الايه عن الشدة اللي هي في الدور الايه التاني يعني. لكن هو سايب جزء من الشدة في الدور الاول. فهو السؤال يعني هل في مبرر، يعني كان ينفع ان انا اكتفي بالشدة في دور واحد، ليه سايب الشدة في الدور اللي تحتيه؟ طيب واحد ممكن يقول طب ما يمكن يعني لسه ال 28 يوم ما عدوش وكده. لا انا هفترض ان ايه ان عدى شهر وشهرين وثلاثة، يعني هل لو عدى الشهر مثلا يبقى الشدة في دور واحد ولا تبقى في دورين ولا تبقى في 3 ادوار؟ يعني دايما كده ساعات بنلاحظ ان في سقف بيتصب فشدته موجودة لكن في شدة موجودة في دورين كمان تحتي. فالسؤال يعني يقول يعني نحاول يعني نشوف ايه الصح في الكلام دوت، وليه يعني هل احنا محتاجين ولا لا ان يبقى في اكتر من دور الشدة راكبة
وانا اصلا بصب ايه دور واحد. نفكر كده ولو جت فرصة نتناقش وكده، وممكن نرجع للكودز كده ونشوف هل الكودز بتتكلم عن الموضوع ده او لا. نرجع بقى تاني لموضوع الكريب وموضوع ان الكود الامريكي حاطط ليميت على الاي اس مينيمم في الاعمدة التايد والسبايرال 1%. احنا قلنا الكود المصري 8 من 10 و6 من 10، لكن الكود الامريكي 1%. نرجع للكريب. الكريب احنا قلنا يمكن المحاضرة اللي فاتت، لو عندي عمود والعمود عليه اكسيال ايه لود، وعاوز ارسم علاقة البعد الرأسي او الكوردينيت الرأسي هو السترين. السترين يعني ايه؟ يعني الانفعال، يعني الشورتنينج اللي هيحصل في العمود. طبعا لما بضغط على العمود، العمود بيقصر، فلما بيقصر مسافة بقسمها على الطول الاصلي يديني الانفعال، فانا هحسب الانفعال، وعلى الافقي هيبقى العمر الايدج او التايم. فطبعا عندي تايم زيرو، لحظة وضع الاحمال فوق العمود، بيحصل سترين immediate يعني ايه لحظي، في نفس اللحظه اللي باثر فيها بالحمل بيحصل ايه سترين فجاه كده، تلاقي فيه قيمه، القيمه دي بنقول عليها الالاستيك ايه الالاستيك ايه سترين. طيب بعد كده انا هسيب اللود كما هو، يعني مش هغيره، مش هزوده، مش هنقصه، هسيب اللود كما هو، وبالتالي اللود ده اللي انا بسيبه بقيمته، ما بغيرش قيمته، بيقال عليه ايه sustained يعني دائم، دايم قاعد في مكانه بقيمته ما بيتغيرش. فال sustained load سبته، بعدين مشيت، وبعد زمن، بعد سنة، شهر، شهرين، اي وقت رجعت، فانا متوقع طالما ان الحمل ما تغيرش ان المفروض السترين يفضل عند القيمه بتاعته اللي هي الالاستيك سترين. لا، ده انا بلاقي السترين بدا ايه بدا يكبر ويزيد، وقالوا ان الزياده في السترين دي جايه نتيجه ايه، مش زياده في الحمل، الحمل ما اتغيرش، لكن الحمل قيمته ثابته، لكن الزياده في السترين جايه نتيجه ظاهره، الظاهره دي بتسمى ايه كريب. واحنا قلنا الكريب او الخرسانه كماتيريال بيحصل لها تغير في الحجم، فوليوم تشينجز، تغيرات في الحجم اما بالزيادة او بالنقص. وان التغيرات دي بتحصل بسبب 3 حاجات: الشرينكج والكريب والثيرمال افكتس، الحرارة وكده يعني. فطبعا هنا حصل انفعال، زاد الانفعال زاد مع الوقت نتيجة الايه الكريب، لكن كان في شرط عشان الانفعال يزيد مع الوقت نتيجة الكريب، ان يبقى في ايه حمل، والحمل يفضل ايه موجود، وبنقول عليه سستند ايه لود. فالكريب فانكشن في حاجتين، في التايم وفانكشن في الايه في الاستريس، لازم يكون في ايه في استريس. فبيقولوا ايه بقى، يعني بيفسروا الظاهرة دي ازاي؟ بيقولوا ان ده بيحصل لان الادزوربد ووتر، طبعا احنا يمكن بعد شوية هنجيب سؤال، في كلمة اسمها ادزورب وفي كلمة اسمها ابزورب، الفرق بينهم حرف البي، يعني بيستبدل بحرف الايه بحرف الايه الدي. فلما بقول ادزورب معناه اللي هي طبقة بتبقى على سطح الجسم، طبقة مية على سطح الجسم، ولكن ابزورب بتبقى يعني الجسم بدأ يمتص المية، والمية تكون يعني بداخل الجسم، مش على الايه مش على السطح. فطبعا انا لو تخيلت ان انا عندي مجموعة من البارتيكلز مثلا للونها ازرق، وفي بين كل بارتيكل والتاني في لير من الووتر، واللير دي كأنها على سطح البارتيكلز، فطبعا مع الضغط هيبدأ الليرز بتاعت المية السيكنس بتاعها ايه يقل. فكأن بالظبط دي عبارة عن فويدز، والفويدز دي حجمها بيصغر، فيقوم البارتيكلز دي تقرب من بعضيها، فيحصل ايه زحف، يحصل شورتنينج، يحصل زحف للجزيئات وتقرب من بعضيها، وبالتالي يحصل ايه شورتنينج، وده اللي بنقول عليه الكريب ايه اللي بنقول عليه الكريب ايه سترين. ويمكن بعد شوية هسألكوا سؤال او هنحاول يعني نبحث شوية يعني ما معنى ابزورب
وايه الفرق بينها وبين ادزورب؟ يمكن احنا وضحنا شويه، لكن يعني انا حابب ان انتم يعني تبحثوا شويه عن الايه، عن الموضوع. يمكن احنا في المحاضره اللي فاتت ايضا قلنا ان احنا تخيلنا ان في تجربه في عمود في مبنى، والعمود شايل الحمل، فطبعا لحظه التاثير بالحمل عند تايم زيرو يحصل الاستيك سترين. طيب خلاص حصل الالاستيك سترين، وحطينا اجهزه لقياس السترين، دايل جيجز مثلا، وقسنا القيمه اللي هي قيمه الالاستيك سترين، وبعدين قفلنا المكان والاحمال كما هي ثابته. والاحمال هنا بقى بتكون ايه؟ سيرفيس لودز. يعني ايه سيرفيس لودز؟ يعني احمال ات سيرفيس ليفل، عند في مرحله الخدمه او استخدامي للمنشأ، اللي هي وركينج لودز، اللي هي unfactored، يعني مش ultimate، يعني احمال كما هي ديد مثلا، وبناخد نسبه من اللايف زي ما قلنا، والكود بيقول ان في المباني السكنيه بناخد ايه؟ ربع اللايف. فالسستيند لودز، الاحمال الدايمه هنا، هي عباره عن الديد بلس ربع الايه؟ اللايف. وسيبنا المكان مثلا مده كبيره، فبعد سنه مثلا رجعنا لقينا الجهاز ارى قيمه اكبر من السترين، القيمه زادت عن الالاستيك بقيمه الايه؟ الكريب سترين. طيب لما العمود مع الوقت عمال ايه؟ الخرسانه عمال يحصل لها كريب، عماله يحصل لها سترين، يزيد يزيد يزيد، يحصل لها شورتنينج، لكن الحديد طبعا يعني بيمانع او بيقاوم، فهيبدا هنا يحصل شيفت. النصيب اللي كانت الخرسانه شايلاه هتبدا تحول جزء منه لمين؟ للحديد. وبالتالي طبعا واضح، ما هو مع الحركه السترين بيزيد، والسترين طالما هيزيد يبقى الاسترس في الحديد هيزيد، وبالتالي الحديد هيبدا يشيل جزء اكبر عن طريق ان الخرسانه ايه؟ بتعمل له شيفت، بتعمل شيفت من نصيبها، جزء من نصيبها للايه؟ للحديد. فالاسترس يبدأ يزيد لغاية لما يوصل للإف ييلد، لأن السترين وصل للإبسلون إيه ييلد، مع إن الأحمال وركينج. وأنا أصلا لما باجي أصمم بنظرية الوركينج بكون فارض فرضية، بكون فارض إن العلاقة ما بين الاسترس والسترين لينير، يعني علاقة خط وإلاستيك، وأيضا بالنسبة للخرسانة، وبكون فارض إن الإجهادات في الحديد اف اس، وبنسميها الاف اس الاول، وبتكون نسبة من الاف ييلد، النسبة بينهم هي قيمة السيفتي فاكتور. أيضا بيكون الإجهادات في الخرسانة اسمها اف سي أو اف سي الاول، وبتكون نسبة من مين؟ من الاف سي يو مثلا، فبنسبة السيفتي فاكتور. لكن كون إن الخرسانة يحصل لها كريب، ويبدأ السترين يكبر يكبر مع الوقت لغاية لما الاسترس في الحديد يوصل لليلد، يبقى معناها الفرضية بتاعتي مش مظبوطة، يبقى معناها إن في خطأ في نظرية الوركينج، وده كان من أحد الأسباب اللي خلاهم يعني يلجأهم لنظريات أخرى زي الألتيميت. وبعد الالتيميت جاءت نظرية ايه؟ الليميت ستيتس، اللي هي بتجمع مزايا الالتيميت والوركينج. فطبعا الحديد لما السترين فيه بيكبر، وبالتالي الاسترس بيكبر وبيوصل للاف ييلد، فده مشكلة، مع ان الاحمال وركينج عند مستوى او عند سيرفيس ليفل، فده ده شيء مش كويس. فالكود الامريكي عشان يحل المشكله دي، وعشان الحديد ما يوصلش للاف ييلد، اضطر ان هو يزود ايه؟ كميه الحديد، ويرفع نسبه الحديد المينيمم لكام؟ لواحد في الايه؟ لواحد في المية. الظاهره بتاعت الكريب يعني مش مع الاعمده بس، يعني لا، طب ما انا ممكن يكون عندي في كاميرا. طبعا احنا يمكن كان العنوان الاساسي بتاعنا تايم ديبندنت فوليوم تشينجز، ان في تغيرات بتحصل للخرسانه في حجمها، بيزيد بينقص
مع الايه، مع الوقت، فانكشن في الايه، في التايم. وكان عندنا 3 حاجات اللي هم الشرينكج والكريب والثيرمال ايه افكتس. يمكن احنا درسنا الكريب من شويه مع الاعمده، لكن تخيل لو انا عندي بيم مثلا والبيم عليها مومنت، طب ما هو المومنت هيعمل كومبريشن فوق وتنشن تحت، وفي نيوترال اكسس طبعا. طبعا المنطقه اللي فوق عليها كومبريشن، والكومبريشن ده هيكون ثابت ثابت مع الوقت، يعني سستيند لودز. فايه اللي هيحصل؟ في البداية عند تايم زيرو كان في سترين، لكن مع الوقت نتيجة الكريب السترين ايه هيزيد، وبالتالي السترين ديستريبيوشن هيتغير، والزاوية هتكبر. والزاوية دي بتعبر عن التقوس او الكيرفيتشر اللي بيحصل للايه، للبيم. فالكيرفيتشر هنا ايه، الكيرفيتشر هيكبر، وبالتالي انا لو ضفت بقى ايه السداش، لو حطيت حديد فوق ايه السداش، الحديد اللي فوق ده هيعمل ايه؟ طبعا الخرسانة بيحصل لها كريب، والحديد يعني بيمانع شوية، فيبدأ برضو زي ما حصل في العمود يحصل هنا شيفت. الخرسانة تنقل جزء من الأحمال اللي كانت شايلاها للحديد اللي في الكومبريشن، فبالتالي يبدأ الاستريس في الحديد ايه، يبدأ الاستريس في الحديد ايه يزيد. طبعا احنا درسنا او اتكلمنا بسرعة عن الشرينكج، وقلنا الشرينكج يعني بيعتمد على التايم، لكن غير الكريب. الكريب يعتمد على التايم وعلى الاستريس، لازم يكون في ستريس، لكن الشرينكج لا، هو تايم فقط، وبيحصل الجفاف. وجفاف لإيه بقى؟ لطبقة المية اللي على السطح، على الايه، اللي على السطح. وطبعا العينه لو هي ان ريستريند، يعني فري، مفيش حاجه حيشاها، مفيش يعني حاجز او سبورت يمنع حركتها، فبتنكمش وما بيحصلهاش حاجه. لكن لو كان في قيد مثلا، كانت فيكسد مثلا وعاوزه تنكمش، فبتبقى مفيش حريه للحركه، المكان مش مكفي، مش مساعدها، فيبدا يحصل ستريسز، والستريسز دي بتبقى تنسايل ستريسز. وطبعا الستريسز دي لو تعدت التنسايل سترينث، يعني مقاومه الخرسانه في الشد، فبيحصل ايه، بيحصل كراكينج. يمكن الوضع مختلف شويه مع الثيرمال افكتس. لو عندي مثلا جسم، والجسم ده خرسانه، والخرسانه تعرضت لحراره، حراره عاليه وكده، فالخرسانه بتتمدد، وبعدين وهي بتتمدد مش لاقيه مكان، مفيش حيز تتمدد فيه، فهيتولد جواها ستريسز، فالستريسز هيتولد عنها كراكس مثلا، ممكن يحصل ديفليكشن وتلاقي الجسم يخرج لبره، ايه يخرج ايه لبره. ده نتيجه الايه، حصل زياده في الحجم نتيجه الحراره، والزياده في الحجم ما لقتش مكان، او الجسم ما لقاش مكان يتمدد فيه بحريه، مكان مقفول، فبدأ يتولد فيه ستريسز، عملت شروخ، وبدأ يخرج لإيه؟ يخرج لبره، زي ما احنا شايفين فين؟ في الصورة. يمكن الرسمة ديت معبرة شوية عن الفرق، أنا مش هقول تفاصيل وكده، أنا بس الصورة معبرة عن الفرق ما بين أبزورب وأدزورب، وأنا عاوزك يعني تبحث شوية عن الموضوع كده، يعني تعمل زي ريبورت صغير كده، وتشوف يعني ايه الفرق بين ابزورب وادزورب، وايه علاقة الموضوع بالكريب والشرينكج. يعني نحاول شوية كده ندخل في موضوع الايه، الكريب والشرينكج. انا قلت الكلام ده كان المفروض يبقى في البارت ايه مع الشابتر بتاع الماتيريالز، لكن يمكن عشان احنا ابتدينا بالبارت بي، فيعني الكلام ده المفروض عدى وكده، لكن ان شاء الله لما نخلص هنجيب من الأول وكده، ويمكن نبقى نتعرض للكلام ده بتفاصيل أكتر وكده. الجزء اللي هو بعد كده اللي هو الرينفورسمنت ريشوز، اللي هو نسبة التسليح، الميو. طبعا احنا الكود المصري لو تفتكروا كانت الميو ماكسيمم بتوصل 4%، 5%، 6%، يمكن كمان الكود الامريكي يمكن بيوصل الميو ماكسيمم ل 8%. فانا عاوزك تجرب كده تجيب قطاع مثلا سي 40 في 40، يعني 400 مللي في 400 مللي سكوير مثلا، وتحسب الميو ماكسيمم على 8% مثلا. لو انا مثلا عندي ضربت 400 في 400 في ايه،
في 8 من 100 مثلا، 400 في 400 في 8 من 100، يعني لو ضربنا ال 400 في 400 اللي هي مساحة القطاع في الثمانية، ايه الثمانية من 100، وبعدين نقسم الكلام ده على 200 اللي هو مساحة السيخ اللي هو الفاي 16، فيطلع عندي 64 سيخ. 64 سيخ، طب لو انا حطيت في كل ركن سيخ يبقى ده 4، بقى كام؟ بقى 60 سيخ. لو قسمتهم على الاربع جناب يبقى كل جنب محتاج 15 سيخ، يعني كل جنب فيه 15 واتنين في الركن يبقى 17. طيب البعد 400، اطرح من ال 400 الكفر سي يبقى 350، لو قسمت ال 350 يعني عندنا 17 سيخ، ال 17 سيخ مثلا في 1.6 يطلع حوالي ايه، دخلنا على ال 30، 30 سنتي من 35 يتبقى 5 سنتي. طيب ده انا عاوز 16 مسافة ما بين ال 17 سيخ، يعني لو قسمت الباقي على 16 مسافة يعني هلاقي خلاص كأن السياخ ايه، يعني مفيش بينها فراغات، يعني مفيش بينها كلير سبيسنج. طب الخرسانة هتمشي ازاي؟ يعني لو انت بتصب العمود من القلب كده، بتحط المونة في قلب العمود، فالجزء بتاع الكفر ده مش هيتصب، يعني لان المونة مش هتقدر توصله كده يعني. طيب كمان ده في مشكلة أكبر، ده أنت بتقول العمود ده اللي هو 400 في 400، لو أنا واخد الميو ماكسيموم ب 8% يطلع عندي 64 سيخ. طيب ما نشوف الكلام ده في المكان اللي هو عند اللاب سبلايس، أنت بتصبيت دور والأشاير طالعة وبتحط حديد الدور اللي بعديه، فيبقى عندك 64 و64، يبقى عندك 128 سيخ. تخيل في سيخ قديم اللي هو الإشارة، وسيخ جديد، سيخ قديم وسيخ جديد، سيخ قديم، عندك 128 إشارة، يعني خلاص العمود اتسد. فده معناه ايه؟ معناه ان ده غير اقتصادي نمره واحد، غير عملي نمره ايه اتنين. فقالوا لا، الكلام ده ما ينفعش، احنا المفروض يعني يبقى النسبه العمليه الاقتصاديه من 1 ل 2%، يعني ويعني اذا زادت قوي يعني توصل لكام؟ توصل ل 3% مثلا. وقالوا يعني لو الامور مزنقه معايا وانا محتاج كميه كبيره من الحديد، فبستخدم حاجه اسمها حزم، بتبقى باندلز، يعني ممكن يبقى كل سيخين مع بعض كده زي ما احنا شايفين في الصوره، بيتربطوا مع بعض كانهم حزمه، وممكن يبقى 3 سياخ وممكن يبقى 4 سياخ، لان الحزم يعني هتديني فرصه ان يبقى في مسافات بينيه ما بين الحزمه والحزمه، وبالتالي المونه تقدر تعدي من المسافات البينيه، ويقدر الكفر ايه للعمود يتملى ايه، يتملى مونه وكده يعني. لكن طبعا الكلام ده بالنسبه للتايد، لكن بالنسبه للاعمده السبايرال على اساس طبعا ان هي بيبقى محتاجين ان هي تشيل احمال اكبر وكده، فممكن النسبه بدل من 1 ل 2 او يعني بالكتير 3، ممكن النسبة تبقى من 2.5 لإيه؟ لخمسة في الإيه؟ في المية، تزيد شوية وكده يعني. يمكن إحنا قلنا قبل كده إن العمود اللي هو الريكتانجولار أو السكوير المينيمم في العدد 4 والمينيمم في القطر 12، لكن العمود السيركولار بيكون المينيمم في العدد 6 والمينيمم في القطر بيكون كام؟ بيكون إيه؟ 12 أيضا. ايضا كنا قلنا ان المفروض عدد الاسياخ يكون عدد زوجي. ليه عدد زوجي؟ عشان لما ارص الاسياخ يبقى في تماثل في الشكل حوالين الاكسس اوف ايه، حوالين الاكسس اوف بيندنج. ايضا يحبذ او يفضل ان الاسياخ تكون من نفس القطر، على اساس لو في اقطار مختلفه ممكن برضو اثناء الكونستراكشن يحصل ايرور وحاجه تتبدل ايه، تتبدل مكان حاجه. يمكن في سؤال بيقول هواي تايز، يعني ليه الكانات يعني في الاعمده؟ احنا يمكن سالنا الاسئله دي قبل كده، وكان في سؤال ايضا بيقول هواي ريبار، يعني لو انا بصمم عمود مثلا وطلع ان انا مش محتاج حديد، يعني فاكرين في مساله مثلا طلع الحديد، لما حليت المساله طلع بالنيجاتيف، فهل معنى كده ان انا ما احطش حديد في المساله؟ لا طبعا، احنا قلنا بنحط فيه حديد مينيمم. طب ليه بقى، ايه السبب؟ يعني نحاول نذكر ايه الاسباب. لكن السؤال ده بيقول هواي تايز، ليه انا بحط الكنات؟ يعني طبعا في 4 اجابات قدامنا. الاجابه الاولانيه بتقول ايه، الفائده الاولانيه
to restrain the rebar from buckling out. يعني واضح في الرسم اللي قدامنا ان السيخ حصل له باكلينج. باكلينج حصل فين؟ حصل في المسافة اللي هي بين الكانة والايه، بين الكانة والكانة. فكلما المسافة ما بين الكانات بتكبر، فالفرصة ان السيخ يحصل له باكلينج ويخرج بره بتبقى اكبر. اذا انا محتاج ان انا اضيق المسافة ما بين الكانة والكانة، او اختار المسافة اللي هي ايه، لا تسمح بايه، بالانبعاج. والطول المحصور ما بين الكانتين بيسموه فري، فري لانس، لانس حر. حر يعني ايه؟ يعني حر ان هو ينبعج، ما فيش حاجة حيشاه. بيسموه ان سبورتد، يعني مفيش حاجة ماسكاه، هو ممسوك عند الكانة والكانة. فانا بضيق المسافات بحيث ايه ما يحصلش ايه باكلينج للخارج بالنسبة لإيه للأسياخ. الفايدة التانية to hold the reinforcement cage together، المجموعة الأسياخ مع الكنات بيسموها تقفيصة. فطبعا مين اللي هيمسك الأسياخ الرأسية دي مع بعضيها بحيث لو عاوز تشيلها تركبها؟ مين غير الكنات؟ فهي الكنات يعني بتمسك الأسياخ الرأسية في صورة تقفيصة كده، بحيث أقدر أنقلها وأقدر أركبها وتحافظ على شكلها لغاية إيه ما تتصب. during إيه the construction إيه process. الفايدة الثالثة والمهمة اللي هي الكونفاينمنت، ان ده حزام، ده بتعمل احاطه تقييد. يعني فاكرين دور الكنات السبايرال في الاعمده السبايرال وكده، فالكنه بتعمل كونفاينمنت للخرسانه اللي موجوده في الكور بتاع الايه، بتاع العمود. انت لو بتضغط على العمود فبيقصر وقطعه عاوز يكبر يخرج لبره، فعاوز lateral support، عاوز حاجه تمنعه من الحركه الافقيه. فمين اللي بيعمل له تحزيم او احاطه او حصر او تقييد؟ طبعا ايه الكانه. في النهايه الدور الاخير ان ممكن العمود ده يكون عليه شير زيه زي الكاميرات، يبقى عليه نورمال ومومنت وشير. فمين اللي هيشيل الشير؟ اللي هيشيل ايه الشير؟ الكانات. طبعا لو تفتكروا الكود كان حط قيد على قطر الكانه اللي هو السايز، وعلى المسافة ما بين الكانة والكانة، وعلى الارانجمنت يعني ترتيب الكانات. فاكرين لما كنا نقول محتاجين كروس تاي ولا لأ، وكنا نشوف السيخ المربوط والسيخ اللي مش مربوط، وكنا نقول محتاجين كروس تاي ولا لأ وكده. وفي النهاية طبعا الكانات زي ما قلنا يعني بتعمل ريستريننج، بتعمل قيد، بتعمل سبورت للأسياخ الرأسية وكده. المسافة الرأسية لو تفتكروا كنا بنسميها سوري، الأسياخ الرأسية بينها مسافة أفقية، وكنا بنسمي المسافة الأفقية اس في ما لا احنا عندنا طبعا عندي الأسياخ الرأسية يبقى كانات أفقية يبقى مسافة رأسية، وبنسمي المسافة الرأسية اس في ماكسيمم. وكان بنقول ان هي ايه تساوي 15 مرة قطر اصغر سيخ. ليه بقى 15 مرة؟ على اساس ما يحصلش ايه انبعاج. يعني انا باخد 15 مرة قطر السيخ الصغير عشان يبقى الطول ده لو زاد عن كده يحصل انبعاج. وليه باخد القطر الصغير؟ لان لو القطر الصغير ما انبعجش يبقى السيخ اللي قطره كبير من باب اولى مش هيحصل له انبعاج. ورجع الكود قال ايه، ورغم ذلك المسافة ما تزيدش عن كام، عن ايه، عن 200، عن 200 مللي. طبعا كل الهدف من ال 15 مره وال 200 مللي ده ان السياخ ما يحصلهاش ايه، ما يحصلهاش باكلينج. وطبعا لو عندي بقى منطقه فيها زلازل، يمكن العمود اللي قدامي ده كان في منطقه فيها زلازل، فواضح قد ايه هو متاثر وكده. وواضح قد ايه لو كانت الكنات دي عددها اكتر، يعني المسافات بينها اقل، كان هيبقى الايه الوضع افضل وكده. الموضوع الثالث او العنصر الثالث هو ايه، ابعاد القطاع البي و تي. يعني انا قلت مش هقدر ادخل الانتراكشن ديجرام اذا كنت عارف البي و تي، فلازم افترضهم ازاي. زي ما هو مكتوب كده بيقول there is no simple rule for doing this، مفيش طريقة بسيطة أو قاعدة أو معادلة. ليه؟ لأن العمود يعني عليه مومنت، العمود عليه إيه؟
عليه مومنت، يعني بجانب الاكسيال لود العمود عليه مومنت، والمومنت ده ممكن بيتغير وكده. فطب انا اعمل ايه؟ ما انا ما عنديش غير المعادله اللي هي بتاعه العمود اللي عليه اكسيال لود فقط، وحتى يمكن المعادله دي داخل فيها الام التيميت مينيمم، يعني مومنت صغير، لكن ممكن يكون المساله اللي عندي فيها مومنت كبير. فانا ما اقدرش استخدم المعادله ديت في ان انا احسب منها الابعاد، ليه؟ ان المعادله ديت يعني معادله لحاله معينه، اللي هي يبقى فيه اكسيال لود ومومنت صغير جدا اللي هو الام التيميت مينيمم. طب لو حاولنا كده نجرب ان احنا نستخدم المعادله دي، مثلا اللي هي البي التيميت، اللي هي البي التيميت ماكسيموم طبعا بتساوي 35 من 100 الاي سي في الاف سي يو زائد 67 من 100 الاي اس في الاف يل. طب انا محتاج الاي سي اللي في الاخر بيفتي، طب ما ناخد الاي سي مشترك ويتبقى قوس، جوه القوس هيبقى اس على الاي سي اللي هي الميو. طبعا انا عاوز اجيب الاي سي في ناحيه، والاي سي دي بقول عليها ترايل. ترايل يعني ايه؟ دي محاوله، انا بحاول اجيب يعني اقدر قيمه، ودي محاوله، ممكن المحاوله تفشل فاضطر اغير تاني وتالت، فما اقدرش اقول عليها دي ان هي الاي سي النهائيه، لا ده ترايل وممكن الترايل تفشل وكده يعني. فانا جبت الاي سي في ناحيه، هيتبقى البي التيميت، وتحت 35 من 100 الاف سي يو، فانا شلت ال 35 من 100 وخليتها تلت الاف سي يو، والجزء الثاني سميته خليته تلتين الميو في الاف يلد. ليه انا خليتها تلت؟ اولا عشان تبقى سهله في الحفظ، ثانيا لما تبقى تلت ده يساعد ان الاي سي تطلع اكبر، ويبقى دي معادلة بسيطة جدا، بس فيها حاجة لازم افترضها اللي هي الميو. لازم افترض الميو عشان اقدر اجيب الاي سي. انا عندي البي التيميت وعندي الاف سي وعندي الاف فيلد، محتاج مين؟ الميو. لكن انا هنا لما بفترض الميو مش هي دي الميو اللي هحسب عليها الحديد، لا ده الميو دي الهدف منها هدف بسيط جدا، ان انا احسب منها الاي سي حل تقريبي بجيب منه ابعاد القطاع. بعد كده الميو ديت ملهاش قيمه، انا بنساها خالص، وبعد كده بقدر احسب الميو بقى عن طريق الايه؟ الانتر اكشن دياجرام. يبقى الهدف من الميو هنا هو حساب تقريبي للاي سي وبالتالي للبي والتي. واضح ان المعادله ديت اصلا معادله قطاع عليه اكسيال لود بس مع ام التيميت مينيمم، يعني ما تنفعش لقطاع عليه مومنت كبير. اذا المعادله دي انا متوقع ان هي ايه؟ تدي قيمه اقل ليه؟ للاي سي، وبالتالي بيقول ايه؟ this equation will tend to underestimate، يعني بتقدر قيمة أقل لأبعاد ايه؟ العمود. والسؤال بيقول is it okay؟ الكلام ده مظبوط؟ طيب لو مظبوط ليه؟ احنا طبعا شرحنا الإجابة وكده، وتيك كير ان الكلام ده للعمود الطايد، لأن دي معادلة العمود الطايد. فطبعا في سؤال بيقول لك هل تقدر تعمل معادلة زي ديت للعمود للسبايرال وكده؟ خلاص احنا خلاص وصلنا للمعادله، معادله تقريبيه. طب المعادله ديت بتدي قيمه اقل، يعني مش بتديني القيمه الحقيقيه، تدي قيمه اقل لان المعادله لقطاع عليه بي، وانا القطاع عندي عليه بي وام. فانا اعمل ايه؟ اولا هفرض الميو. طيب بعد ما افرض الميو اعمل ايه؟ هيطلع لي قيمه للاي سي اخدها؟ لا، اكبرها شويه. طب اكبرها شويه ليه؟ عشان لسه في مومنت جاي للقطاع، فيقدر القطاع بقى بعد تكبيره يستوعب البي ويستوعب الايه؟ المومنت. طبعا الاكويشن اللي فاتت اللي احنا استنتجنا منها المعادله، يعني زي ما قلنا من شويه، يعني تند تو اندر استيميت الاي سي. ليه؟ لو عندي مومنت. ليه؟ لان المعادله يعني تمثل الخط اي بي. احنا طبعا كان المفروض نبقى فوق عند الاي داش، عند البيور اكسيال لو انا عندي اكسيال لود، لكن قلنا ده ثيوريتيكال مش هيتحقق، لكن اليوزابل الممكن ان انا بعمل كات اوف، بقطع والجزء اللي فوق ده بيكون دوتد. فالمعادله اللي انا استخدمتها وجبت منها الاي سي، المعادله ديت بتمثل اللاين اي بي اللي عنده بي التيميت ماكسيمم وام التيميت مينيمم. طب لو انا بقى عند بي داش ولا عند سي داش، المومنت كبر، يبقى المعادله ديت هتدي نتائج اقل، يعني will tend to underestimate underestimation للاي سي. طيب يبقى اللي يطلع من المعادله اكبره شويه، اقربه للاكبر، عشان لما يجي المومنت ما ارجعش المحاوله تفشل واعيد من الاول مره تانية. طبعا in general لما بيطلع لي ابعاد للعمود المفروض اقربها لأقرب ايه؟ 50 مللي. اقرب ايه؟ 50 مللي بالزيادة، يعني 2 انش، يعني 2
انشز يعني 2 بوصة وكده. طبعا يمكن قلنا قبل كده ان الكود المصري بيقول ان البعد الصغير للعمود يبقى كام؟ 8 انش، يعني 200 ايه 200 ملي. لكن يعني انا افضل انه ما يقلش عن 10 بوصة، يعني ايه 250 ملي. ايضا الكود قال بالنسبة للأعمدة الدائرية الديامتر ما يقلش عن 200، لكن ايضا ايه يعني افضل ان الديامتر ما يقلش عن كام؟ ما يقلش عن ايه 300. يمكن الجزء الاخير وبعد كده هنحل مسألة. العنصر الاخير عن البار سبيسنج ريكويرمنتس، احنا يعني ذكرناكم بان احنا من فترة مع التايت كالمز وكده قلنا ان المسافة ما بين الاسياخ الرأسية ما تزيدش عن 250 مللي، وما تكلمناش عن الايه الحد الادنى، اتكلمنا عن الحد الايه الاقصى. ويمكن في بداية المحاضرة قلنا يعني لما بنيجي نصب العمود، طبعا الخرسانة بتكون في قلب العمود في الكور، وبعد كده المفروض الخرسانة ايه بيحصل لها فلو، سريان بتمشي كده من ما بين الاسياخ وتخرج ايه عشان تملى بقية العمود وتوصل لغاية الشدة الخشبية، وبالتالي الكفر بيتصب وكده يعني. فالمفروض يبقى المسافة اللي هي الكلير اللي ما بين الاسياخ تكون مسافة كافية تسمح بالفلو بتاع الخرسانة وكده يعني. فالمشكلة الأصعب بقى بتبقى فين؟ عند اللاب سبلايس، عند الوصلة. انت صبيت دور وبعدين في أشاير وبتكمل الدور اللي بعديه، ففي سيخ جنبي سيخ، كل سيخ جنبي سيخ، ففي عندي العدد بقى ايه دبل. يعني لو عندي مثلا 8 يبقوا 16، واحنا قلنا احنا ممكن بنعمل شيفت للسيخ اللي جاي من تحت، بيتكسح شوية كده بحيث ان السيخ الجديد اللي هو الاسود يبقى هو في المكان المظبوط، والسيخ القديم هو اللي اتعمل له شيفت وترحل. لكن في النهايه الشيفت ده ممكن يبقى راديال، يعني لو انت واقف في السنتر هتحس كده كأن ايه الاسياخ مرصوصه من خلال راديال ايه لاينز، سواء كان العمود يعني مربع او مستطيل، او كان العمود ايه دائري. وفي نوع تاني اللي هو ايه بيسموه سايد باي سايد سبلايس، الكلام ده لو العمود دائري فممكن احط السيخ جنب السيخ على المحيط، ولكن هنا المسافه ممكن تبقى اضيق شويه من الحاله الاولانيه. ايا كان، فانا في كل الاحوال بحسب الايه المسافه ايه، والمفروض المسافه ايه ليها حد ادنى. الحد الادنى يساوي الاكبر ايه الاكبر من 3 حاجات. ويمكن القيم هنا تختلف شويه عن الكود المصري، فممكن برضو نرجع للكود المصري ونقارن وكده يعني. ثلاث قيم باخد الاكبر منهم، ده الحد الادنى. مره ونص قطر الايه الاسياخ الرأسية، مره ونص قطر الاسياخ الرأسية، او بوصه ونص، بوصه ونص، او واحد وتلت الماكسيمم اجريجيت ايه سايز، المقاس الاعتباري الاكبر للركام وكده المستخدم يعني. في النهايه بيقول this clear distance limitations also apply to the clear distance between lab spliced. يعني القاعدة اللي فاتت أو الحدود أو المينيمم دوت يعني المفروض بيطبق في الأماكن اللي ما فيش فيها lab spliced، وفي الأماكن اللي فيها إيه lab spliced، لأنه زي ما قلت ممكن يكون في مكان lab spliced ممكن يكون more critical، لأنه بيكون عندي العدد أكثر من الأسياخ الدبل، فممكن يبقى المسافات أضيق وكده. فنخلي بالنا وبس، يعني يمكن نراجع القيم دي مع الكود المصري على أساس لو في فرق وكده يعني نبقى عارفين الفرق بين الكود الأمريكي والكود المصري. ده كان العنصر الرابع والأخير. الجزء الخامس بقى كان إن احنا ناخد مسألة ونشوف ازاي هنستخدم الانتر اكشن ايه دياجرام وكده. المساله عندي عمود شورت بريز، احنا قلنا ما زلنا شورت بريز، وفي نفس الوقت العمود تايد وسكوير، فطبعا انا لازم اقرا المساله كويس واترجم كل كلمه في المساله. هو اعطيني الاف يلد ب 400 والاف سيو ب 20، وهنا بي التيميت ب 1600 والام التيميت ب 150، وطالب الام
عاوز الاي سي والاي اس. طبعا هو هنا ما قاليش المومنت بقى اما التيمت اكس ولا اما التيمت واي، فطبعا مش فارق معايا ليه، لان العمود ايه، العمود مربع، فمش فارق معايا التسميه يعني. لكن لو العمود مستطيل لازم يقول لي بقى ايه المومنت اما التيمت اكس ولا اما التيمت واي. طبعا انا قلت انا مش هقدر احل المساله الا اذا عرفت الابعاد، وطبعا ده مربع يبقى الطول زي العرض، فبقى متغير واحد يعني. فاول خطوه في المساله هي ايه، تو استيميت الكلام سايز، ان انا اقدر او افترض الكلام سايز. فلازم اعوض في المعادله اللي هي الاي سي ترايل، اللي هي البي التيميت على تلت الاف سي يو زائد تلتين الميو في الفيلد. فطبعا انا هنا كبدايه افترضت الميو بواحد ونص، لكن قلت قيمه الميو ديت قيمه مؤقته، الهدف منها ان انا احسب الاي سي، بعد كده بشطب عليها خلاص ملهاش قيمه. فانا عوضت في المعادله، وطبعا بضرب الحمل في الف عشان احوله للنيوتن، وطبعا اراعي ان الوحدات تبقى متجانسه، فطلع رقم. فجبت الجذر، فالجذر طلع ايه، 387 ملي متر. طبعا انا قلت ان المعادله دي will tend to underestimate ال اي سي، يعني بتدي قيمه اقل، فانا المفروض اكبر شويه. ف 387 انا اخدتها كام؟ اخدت العمود 400 في ايه، في 400 كبرت شويه ليه، عشان في مومنت، والمعادله دي اصلا جايه من قانون بيحسب ايه قطاع عليه بي التيميت ماكسيمم مع مومنت صغير اللي هو الام التيميت مينيمم. فانا خدت 400 في 400، وبعدين جبت الايه الاكسنتريستي بان انا بقسم الام التيميت على البي التيميت، فطلع 93 75 من 100. بعد كده هقسم الاكسنتريستي على التوتال ديبث او الاوفر اول ديبث، 93 75 على ال 400، فطلع 23 من 100، يعني اكبر من 20%. فانا لو رجعت للدياجرام اللي كان عن طريقه بعرف انا في انهي منطقه، ايه ولا بي ولا سي، واقدر احدد الكلام تايب، فانا لقيت نفسي في المنطقه ايه، سي، لان اكبر من 2 من ايه، من 10. فده معناه ان الريبار يبقى في الايه، على تو فيسز، الريبار على ايه، على تو فيسز. فخلاص حددت، خدت قرار الريبار على تو فيسز، والعمود مربع، فالريبار على تو فيسز. فهحسب الاكسي، اعوض في القانون بتاع الاكسي. طبعا انا عندي التوتال ديف ب 400، وفوق 400 ناقص 2، الكفر خدته 25، وقطر الكانة 8، والقطر بتاع الحديد الرأسي افترضته 25 وضربته في نص، لان انا بحسب من السنتر، سنتر للاوتر موست لير، للسنتر بتاع الاوتر موست لير الاتجاه الثاني، فبيبقى نص السيخ ونص السيخ، لان انا بضرب في 2. طبعا ممكن بعد شويه السيخ ما تطلعش 25 والكانات ما تطلعش 8، فممكن ارجع اعيد المساله تاني واحسب الاكسي مره تانيه. المهم الاكسي طلعت 77 من 100، فانا قربتها ل 8 من 10 عشان تمشي مع الجداول وكده. وانا قلت حتى لو مش عاوز اقرب، فبدخل جدول السبعه من 10 وجدول الثمانيه من 10 واجيب الحلين واعمل انتربوليشن يعني بالنسبه والتناسب، واجيب الايه، الحل. لكن هي قريبه شويه من الثمانيه من 10. بعد كده هقسم البي التيميت على الاف سي يو في البي في التي، طلع نص، والام التيميت على الاف سي يو في البي في التي تربيع. احنا قلنا بنربع مين؟ بنربع العمودي على الاكسس اوف بندنج. انا يمكن في المساله افترضت ان المومنت هو في الاتجاه الام التيميت اكس، يبقى الاكسس اوف بندنج هو محور اكس اكس، يبقى البعد العمودي اللي هو 400، لكن مش فارقه لان المساله عباره عن ايه؟ عن مربع يعني. فانا بعد كده هدخل الانتر اكشن دياجرام اللي ايه بقى؟ اللي الاكسي بتاعته بكام؟ ب 8 من 10، والاف يلد بكام؟ ب 400. وطبعا انا عندي الاف سي يو جيفن اللي هي 20، وعندي هنا هفترض ان الالفا تساوي كام؟ تساوي 1، يبقى الاي اس تساوي الاي اس داش. طبعا انا دخلت بالكوردينيت الراسي والافقي اتقابلوا مع بعض، فطلعت الروب كام؟ الروب 6. طبعا الروب 6 اجيب الميو، الميو بتساوي الرو في الاف سي يو في 10 اس ناقص 4، ف6 في 20 في 10 اس 4 طلعت ايه، 1.2%. طبعا في اول المساله خالص عشان احسب الاي سي كترايل يعني كنت فارض 1.5، لكن انا قلت الواحد ونص ديت ملهاش قيمه اكتر من ان هي بتحسب الاي سي، بعد كده خلاص بره الايه الموضوع. لكن الصح اللي انا هستخدمه هو الواحد واتنين ايه من 10%. جبت انا الميو، اجيب الاي اس ازاي؟ اضرب الميو في المساحه اللي هي البي في التي اللي 400 في 400، طلع 1920. وطبعا انا عندي الاي اس بتساوي الاي اس داش، لان انا فارض ان الالفا بواحد فيطلع 1920 ايضا.
فالحديد في الحالة دي اخترته 4 في 25، يبقى الاكسي صح. ليه؟ لان انا اخترت نفس القطر اللي هو الخمسة وايه الخمسة وعشرين، فانا حطيت 4 تسياخ فوق واربع ايه تسياخ ايه تحت. طبعا زي ما قلت انا كاني فارض ان المومنت في المسألة هو ام التيميت اكس بيأثر في اتجاه حوالين محور اكس اكس اللي هو الاكسس اوف بندنج، وبالتالي حطيت الحديد في تو فيسز، على الفيس اللي فوق والفيس اللي تحت، وطبعا ببص على الاتجاه التاني فلقيت المسافة في الاتجاه التاني كبيرة، فاضطررت ان انا احط سخين عشان احقق المسافات ما بين الاسياخ الرأسية. بعد كده لما اخلص ابدا ابص على الايه على الارانجمنت للتايز، هل انا محتاج كروس تايز ولا لا. ففعلا احتجت، لان الاربع اسياخ اللي في الاركان سبورتد لاترالي سبورتد، لكن بقيه الاسياخ تو بي سبورتد، فاضطريت احط كروس تاي واحط كروس تاي بالعرض. وكان في حل بديل ان انا احط كان مربعة وكان على شكل سداسي، هو نفس الحل، لكن يمكن الحل التاني هيبقى عملي شوية، لان هيبقى عملية الصب وعملية الدمك واستخدام الهزاز هتكون اسهل، لكن الحل الاولاني تكنيكالي فنيا هو اقوى وكده يعني. انا حاولت احل المسألة مرة تانية نفس المسألة، بس هرص الحديد على الفور فيسز، وانا قلت يمكن لما جينا نختار الطيب ان قلت في ميني ديزاينرز بريفير ان هم بيفضلوا ان هم يعني يستخدموا النوع اللي بيكون فيه الحديد ايه على الفور فيسز، عشان ايه الكونستراكشن ايرورز يعني ممكن يحصل اثناء التنفيذ مشاكل، يعني بيحصل خلل او خطأ وكده يعني. فتعال نجرب نحل المسألة تانية مرة تانية بس الحديد على الفور فيسز. فخلاص دخلت الانتراكشن ديجرام، بس انتراكشن ديجرام اخر اللي فيه الحديد على الفور فيسز، وطبعا هنا مفيش الفا بقى لان الحديد هيطلع توتال اي اس توتال وبعدين يتوزع على كده يعني. فانا هدخل انتراكشن ديجرام اخر اللي هو على الفور فيسز، ولكن عندي برضو انا مسمي المومنت ام التيميت اكس والاكسس اوف بندنج هو محور اكس اكس، وبعدين دخلت الانتراكشن ديجرام الاخر فجبت الرو بكام؟ ب 14، وبعدين جبت من الرو الميو فطلعت 2.8%. بعدين جبت بقى هنا الاي اس توتال بقى اللي هي برضو الميو في البي في التي فطلعت 4480، فاخترت 12 سيخ فاي 22 وبدأت احط 4 في الاركان، وبعدين وزعت الثمانية التانيين على كل ايدج 2 بقى عندي 12 سيخ، وبالتالي احتاجت 2 كروس تاي. فده الحل النهائي، وده شكل الانتراكشن ديجرام، وده القيمة اللي طالعة من الايه الانتراكشن دايجرام. ده حل اخر نقارن بين الحلين ونشوف ايه ميزة الحل اللي فات. طبعا الحل اللي فات اكيد افضل، ليه؟ لان السياخ في وجود المومنت محطوطة في المكان المناسب، كل السياخ فوق في الكومبريشن وكل السياخ تحت في التنشن وبينهم ليفر ارم، كل السياخ ليها نفس الليفر ارم، لكن في الحالة اليونيفورم هلاقي الاربع السياخ اللي فوق ليهم اكبر ليفر ارم، وبعدين في سيخين لهم ليفر ارم اصغر شوية، فبالتالي انا كأني ما استغلتهمش كويس لان ذراع العزم بتاعهم قليل، فبالتالي هنا ممكن الحديد يطلع اكتر لان انا ما استغلتش السياخ بصورة يعني قوية زي الايه المسألة اللي فاتت. يعني ده المسألة اللي احنا قلنا في البداية. يعني في سؤال في الآخر عبارة عن قطاع، يعني يمكن نفس القطاع اللي فات لما طلع فيه 4 في 25 و 4 في 25 و 400 و 400، لكن يمكن غيرنا الاف سي يو والاف ييلد، وطبعا هنا الالفا بواحد، والمطلوب في السؤال ان انا يعني تو سيت اب الانتر اكشن ديجرام، يعني نقعد بقى نجيب البوينتس اي وبي وسي ودي واي ونرسم الانتر اكشن ديجرام للقطاع. بكده نكون انهينا المحاضرة رقم 15، واعتقد ان المرة اللي جاية ان شاء الله يعني هندخل بقى على الايه على السلندر
او بمعنى تاني اللونج كولمز، الاعمده بقى اللي ممكن يحصل فيها ايه، يحصل فيها باكلينج كده. والله المستعان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.